نصر الدين حميدة. في زابينغ لليوم سهام نحكيه على تصريح القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي اللي نفى وجود مفاوضات بين قطر والرئيس سعيد حول مغادرة الغنوشي لتونس مقابل استثمارات جديدة. نسمع التصريح. إن شاء الله ربي يفرج علينا ونرجع للديمقراطية، ولكن ثم عمل على الوعي وعلى الثقافة كبير ياسر. حتى في قرار يلزم قاعد يصير. خليك من استعمل فيديوهات وتحلل توانسة، يعني يحلل تونسي تونسي، هو في قطر ولا في تونس، يعني ما يتبدلش. لا انا ما شفتش قطريين. على العموم انا نحب ننفي بالكامل الموضوع هذا، ما عنده حتى علاقه بالنسبه لنا احنا في النهضه. ما عندناش احنا ما يفيد هذا التوجه، وبالتالي معناها ما انا تبعت زياره رئيس الحكومه القطريه ووزير الداخليه، وهي كانت زياره في اطار اجتماع وزارة الداخليه العرب في دوره من الدورات نتاعها، وما نعتقدش اللي ثم اي رسائل سياسيه. ما نعتقدش، انا رايي الشخصي ما عنديش معطيات، اما ما نعتقدش انه ثم اي رسائل سياسيه في الموضوع هذا. مساله علاقه الدول ببعض هذا وموضوع الاستثمار وكذا، هذا موضوع انا خطيني مش اختصاصي. فوالا، هذا تصريح رياض الشعيبي اليوم في اذاعه شمس افان. دونك رياض الشعيبي مستشار المستشار السياسي لرئيس حركه النهضه رشد الغنوشي يقول انا ما عنديش علم، وينفي الجدل اللي صاير منذ الاتصال الهاتفي بين الرئيسين رئيس الجمهوريه التونسيه قيس سعيد وامير دوله قطر في 20 فيفري المنقضي. يقول انه ما فماش حتى وساطه قد تلعبها بخصوص مثلا ربما سمح لرشد الغنوشي بمغادرة البلاد أو التدخل في بعض القضايا المثارة، قضية التسفير وغيرها، وربما حتى القضية الأخيرة اللي هي التآمر على أمن الدولة. كيفاش نجموا نفهموا تصريحات القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي؟ هل هي في إطار يعني كيف نقولوا يعني المناورة ولا السياسية؟ شكرا. أول حاجة ساعة اللي يلزمنا نقولوها كانوا نحترم الرأي الرسمي نتاع حركة النهضة، لأنه هو من المقربين للأستاذ رشد الغنوشي، والموقف هذاك عنده صبغة رسمية، معناها نحترموه، نحن نحترموه، نحترموا الرأي هذاك. واش تقول حركة النهضة؟ تقول معناها ما عندناش علم وما ثماش منه الموضوع بتاتا. معناها علاش يقول القائل؟ خاطر مش تولي حركة النهضة متناقضة مع نفسها، لأن حركة النهضة تضع نفسها بمثابة المنازع للرئيس قيس سعيد على السلطة. كيفاش معناه؟ تقول لك هو ذاك انقلاب وما عندوش شرعية، لأن شرعية بالنسبة لهم هو معناها وإلى حد اليوم يعني في بياناتهم الرسمية يعني يقولوا راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب الشرعي. بالطبع بيانات حركة النهضة بالرجوع إلى بالنسبة لهم معناها المرجع الاول والاخير هو الدستور 2014 حسين. دونك تولي كاني متناقضه مع نفسها معناها. دونك هي فما صراع في الايرادات هذا نعبروا عليه، وتنازع على الشرعيه على مستوى السلطه. ما ينجمش يكون متناقض تو من ناحيه انت كذا ومن ناحيه تقول يجب ربي قنحل. فهمتني حسين؟ هذا نحترموها حركة النهضه ما كفر، لكن على هو عرج. شوف معنى عرج، قال فما مسائل اخرى تهم العلاقات الدوليه انا ما ندخلش فيها وليست من اختصاصي. ايش معناه؟ معناها اذا كان ارتأى الرئيس قيس سعيد من جهه والجانب القطري من جهه اخرى، كونه ونحن نقولوا تو في اللقاءات هذه الكل يقول لك على هامش اللقاء او الناس يقولوا بطريقه سريه ولا تحت الطاوله، لا على هامش اون مارج دو لا ريونيون اللي جمعتهم وكل شيء، ينجموا هما ينجموا يحكيوا حول قضايا تهم حتى الراي العام الدولي، حول قضايا نتاع فهمت، حول الفامي نتاع تونس كريمو يحكيوهم، وحول المسؤول خاطر مشكل كبير الوضع اللي في تونس على مستوى القضائي والقضايا اللي متعلقة بها حركة النهضة. في هذا الخصوص فتحي، لاحظوا رئيس الجمهورية في عدة لقاءات عقدهم في قصر قرطاج تطرق إلى الجانب السياسي. البيان اللي زور البارح على لقائه مع الوفد القطري ما كانش فيه حتى إشارة على مستوى البيان للجانب السياسي، وضع سياسي ولا إيقافات، ما تمش التطرق كلها فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية. أولا بالنسبة لرئيس الجمهورية حتى ولو فرضية مش تجبد الموضوع وفما إمكانية تفاوض بطريقة ما ولا كذا، باش نرجع له من نقطة أخرى. فهمتني؟
رئيس الجمهورية لا يعتبر أساسا كونه مشكل، فما مشكل سياسي في تونس. يقول لك ما لناش عملنا انتخابات، قال معناها لو تراي سور لي راي وماشيين ومش نبنيو من الجديد، وهذيك صفحة وتطويت ومنظومة معناها فاسدة وهو قضاء وهو معناها هو مشكل سياسي ما ثماش. المشكل الأساسي بالنسبة لرئيس الجمهورية هو مشكل اقتصادي، لا معناها اقتصادي واجتماعي. أي. وهو هو تو كي نشوفوا في تقسيم الادوار هو بالعكس هو لاهي بالمشكل السياسي بالوضع السياسي، والمشكل الاقتصادي والاجتماعي لاهي به رئيس الحكومه. طيب. ظاهره في المفاوضات وفي اللقاءات في الوفود في المساعدة في الاف ام اي في البنك مونديال، شكون لاهي به؟ تبع فيه رئيس الحكومه، هو يتبع في المشكل السياسي. لكن في نفس الوقت في نفس الوقت كيف يحلل تحكي معاه يقول لك ليس ثمة ليس هناك مشكل سياسي في تونس، معناه الدولة شادة ماسكة بدواليب الحكم، السلطات والمؤسسات قاعدة تعمل، لكن ماشي. احنا بما انه مرحلة انتقالية وهي مرحلة استثنائية كما قلت انت باستاذة سهام، في المرحلة ذي معناها ثم اشكاليات وثم عراقيل وثم قضايا وثم ناس متهمين وثم هل القضاء ماخذ مجراه على وجهتين القضاء، فهمتني؟ في القطب القضائي الاقتصادي والمالي وفي القطب القضائي مكافحة الإرهاب. واضح. نصر الدين، نحكيه أيضا سيام في ظل يعني الأوضاع اللي صايرة حاليا في البلاد والإيقافات وكل شيء، يعني المراحي وصف هذا قال أنه هذه ليست حرب على الفساد بل هو لطفي المرايح بل هو صراع على السلطة. نسمع تصريح لطفي المرايح. كنا مع حرب الفساد، مطلب هذا بالحق مطلب شعبي، لكن ترى هل الدوسي اللي حليناه احنا توا بعد قرابه عامين توا متفرد بالسلطه، هل الدوسي هذا هو نتاع محاربه فساد؟ وين رموز الفساد معروفه يعني الاقتصادي اللي نقصدوا فيه احنا؟ اليوم هذوما الناس اللي راهو فيهم هما ناس يستهدفوا قيس سعيد في كرسيه. دونك كان هذا تصريح سيد لطفي المراحي يقول بانه هذه حمله في اطار الصراع على السلطه وليست حرب على الفساد. وليست حرب على الفساد. طبعا نعرفوا مواقف سيد لطفي المرايحي من مسار 25 جويليا ككل، من رئيس الجمهوريه قيس سعيد يعني بشكل خاص، وهذه قراءه اليوم من بين القراءات الموجوده على الساحه السياسيه لبعض الاطراف والاحزاب. بالنسبة للرأي رأي ذا معناها مش جديد، معناها مش جديد بالنسبة للمعلومة السادة للهيئة الدفاع السادة المحامين ايش يقولوا؟ يقولوا القضايا هذه الكل معناها قضايا معناها تهم سياسية بامتياز. أنا حسب اعتقادي معناها الجانب السياسي لا يخلو منها، معناها بل هذاك هو الأساس. أنا قلت لك أني فما تنازع على السلطة وفما صراع إيرادات وثم معناها عدم ثم شق في تونس غير معترف أصل حتى بمعناها بالمنظومة نتاع 25 جويليا وبالرئيس قيس سعيد. هذا مما لا شك فيه، لكن ما ننساوش أني نقول له مع احتراماتي الرأي ثم تداخل كبير، ثم تداخل كبير بين لوبيات الفساد فهمت وبين معناها الوضع السياسي بشكل عام. معناها ما نجبدوا حد، نقول لك حاجه اخرى وثابته ثابته بالادله وبالحجج وكل شيء. ثم برشا اطراف سياسيه معناها في نفس الوقت متهمه بقضايا نتاع تبييض اموال وكذا، شنو وبارتو دون لو موند راهو القضاء راهو المشاكل السياسيه الكبرى لابد باش تنقض. انا قلت لك ثلاثه عناصر يدخلوا راهو في السياسه، عندك المال المال والاعمال والاعلام، هذوما ثلاثه ثلاثة معناها ركيزات أساسية اعتمدوها توا معناها للوصول إلى السلطة. دونك باش تقول لي ما ثماش فساد، ثم فساد من غير ما نتهموا حتى حد راه، فهمتني؟ ولا دليل على ذلك هاو ديرنييرمون شادو بالأون فلاغرون ديلي، ثم فساد وثم قضايا سياسية معناها ثم تنازع على السلطة ولا على السياسة، كل حاجة تاخذ مجراها. وديما نقولوا نفس الشيء، اللي عمل تو ينال جزاه واللي ما عملش إن شاء الله براء. إن شاء الله. به في هذا الخصوص سي فتحي، موقف الدولة التونسية ولا الجهات الرسمية في الدولة لو كان اليوم انتظمت ندوة صحفية قدموا فيها حقيقة الملفات هذه واعطاوا بعض التفاصيل، مش كان ينجم يحد من يعني التأويلات والمواقف اليوم حتى أطراف اليوم قريبة من مسار 25 جويلية وتساند المسار تقول لك لابد من توضيحات اليوم حتى تكف يعني التأويلات والاستنتاجات والقراءات المختلفة وكل اللي تنجم تكون يعني تهرب شوية بالملف نحو يعني حاجات أخرى سياسية لو كان يتم تقديم إيضاحات نتجاوزوا يعني هذه المواقف. بالضبط. ثم العديد من الاطراف توا تدعو الى معناها اعطاء المزيد معناها تسليط الضوء معناها الاضواء على طبيعه القضايا ذي المطروحه وشنية معناها معناها شنية التهم
لي شيف داكوزاسيون شنو ما معناه؟ لان فما نقولوا ضبابيه هما يقولوا، لكن انا مش نقول لك يعني باش تتعلل معناها السلطات القضائيه تعلل بحاجتين. وتقول لك معناها اولا معناها سريه التحقيقات والجانب السري معناها، اثنين فما تشعب توا، ثم حتى ربما اطراف داخليه، وسمعنا بك الاسماء معناها اجنبيه ربما وردت معناها هذه الاسماء، ربما وش يقول لك؟ يقول لك ياخذ وقته باش يتم البحث، ما يظلم حتى حد وياخذ كل شيء بعين الاعتبار، لكن في نفس الوقت ماذا بينا بالتوازي مع توصل المعلومه باش يسدوا الباب امام سوء التاويل ولا اي. هوني نتذكروا احداث صارت، نتفكروا وقت لي القيادي في حركه النهضه نور الدين البحيري تم وضعه تحت الاقامه الجبريه، وقتها وزاره الداخليه نظمت ندوه صحفيه لانه صار عليه لغط كبير الموضوع، وقدمت بعض التوضيحات في اطار ما يسمح به القانون وسريه الابحاث وكل شيء. اذا علاش ما يتمش تقديم معلومات للرأي العام في قضية مثل قضية التآمر على أمن الدولة، فيها أسماء سياسية كبيرة، نواب سابقين، وزراء سابقين، نشطاء سياسيين معروفين، رجال أعمال، إعلاميين، وسائل الأعلام، حتى أطراف أجنبية، ذول الموضوع يستحق يلاقوا أهمية وتقديم توضيحات في الإطار المعقول، ديما نقول على الأقل تفاعل مع الرأي العام. هو أول حاجة نقولها لك هذا معناها مسألة موثوق منها، معناها ما ثماش حتى مجال للمقارنة بين معناها وضع وقتها السيد البحيري معناها السيد نور الدين البحيري في الرهن الإقامة الجبرية، وكما توا في قضية معناها نتاع تآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق. اي هذه أخطر يعني تستحق التوضيح. طبعا توا الأخرى علاش قلت لك ما ثماش حتى وجه مقارنة؟ كي عطاو بيان هذاك توا مسؤول هذا حطوه ظاهرة، حتى الخلفية ظاهرة وقتها في الفترة ذيك بالذات اش ثم بالتوازي معناها. هو وقتها اصلاح المنظومة القضائية، وشكون كان وزير للعدل معناها؟ كان السيد نور الدين البحيري. ارتأوا كونه ربما يكون استبعاده هو في فترة معينة، ربما تكون الظروف ملائمة معناها باش تتم اتخاذ الاجراءات معناها حل المجلس اعلى القضاء وكل الاجراءات هذيك وكل شيء. لكن كظهر معناها ما عنده حتى شيء، هو ذيك كأنه تحفظي، لكن اكتساه صبغة نتاع فهمتني وعلى مستوى شخص، ولو مسؤول سامي هو في حركة النهضة ونحن نكن له كافة الاحترام كما للمسؤولين للجميع هذا هو. من ناحية أخرى هذه قضية راهو نتاع تآمر على أمن الدولة، وتنجم هي تكون متشعبة وتنجم تكون معقدة نوعا ما، وتنجم تدخل فيها أطراف أخرى اللي هو فما توا أطراف تدخل ناخذه في المطلق يدخل على أساس معناها تلقاه هو رجل سياسة ما سياسي ولا لوبييست معناها فهمتني في المجال السياسي، وفما الاخر داخل معناها على اساس رجل الاعمال باش يدعم المسار بالفلوس باش مثلا يقولوا كونه في نفس الحكايه في والله اعلم راهو ذاك الابحاث لو تثبتها او تنفيها. يقولوا فما ناس معناها اللي ساهمت باش تخلقك الازمه على مستوى الامن الغذائي وكل شيء، لان تنجح العمليات هذيك وقت اللي تبدا الوضع مثلا متعفن ووضع متازم ووضع كذا فهمتني باش يثيروا نوعا ما الغضب الشعبي. هذا تو مطروح ما نقولوش لا راهو واضح، وتكتب عليه جرايد وتكلم عليه فهمتني اذاعات وتلفزيونات وهلم جر. لكن الصحيح احنا معناها استقلاليه القضاء فهمتني والقضاء العادل هذيك توا يخدم خدمته ان شاء الله في اقرب وقت يصلطوا الاضواء، قلت لك باش ما يخليوش مجال معناها للتاويلات، لكن القضاء كي يخدم خدمته معناها هم متعهدين توا والله، حتى اطراف مقربه هنا استدعيناهم احنا في المقربه قال لك نحن ندعو كيفكم انتم الى احترام الترتيب والاجراءات المعمول بها معناها تاع قرينه البراءه، وان شاء الله معناها القضاء يكون مستقل وعادل بالفعل وينصف معناها كل انسان متعدي في ان شاء الله. نصر الدين، وفي علاقه سهام بالايقافات الاخيره، كان ابراهيم بودربيله قد صرح البارح القناه التاسعه قال انه راي رئيس الجمهوريه من الايقافات الاخيره هو موقف سياسي والقضاء هو الفيصل. نسمع تصريح بودربيله. رئيس الجمهوريه راهو يعطي راي سياسي، راهو ما يعطيش راي قضائي. السلطه القضائيه راهي مستقله. إذا كان رئيس الجمهورية قال راهو ربما الأفعال والأدلة هذه بما له من اطلاع التقارير نتاع المؤسسات الأمنية واللي ربما يعني هو أكثر منا اطلاع، أما هو راهو من الناحية هذه من الناحية الفعلية هو رأي سياسي يقول، أما الرأي القانوني والرأي القضائي تقوم به الهياكل القضائية المختصة.
علاه يا اخي هو شدهم بالسيف قال لهم صدروا بطاقه نداء. اللي يقول راي القرائن الموجوده تنطق قبل ان تنطق المحكمه باحكام. هذا كراي رئيس الجمهوريه وراي كمسان قراءه اوليه، لكن الراي القضائي هو الذي يصدر من خلال القرارات التي يصدرها الساده قضاه التحقيق او دائره الاتهام او محكمه التعقيب او اثناء المحاكمه، هذيك هي الاراء التي يعتد بها. اما راي سيد رئيس الجمهوريه او اي شخص كان هو راي يعني سياسي يعني يستمع اليه يستدل به. أما هو رئيس الجمهورية باعتباره المسؤول الأول على سلامة تطبيق القانون في البلاد وبحكم اطلاعه على الملفات اللي أنا شخصيا ما طلعتش عليها إلى حد الآن، ربما قامت أمامه عديد الحجج والبراهين التي دفعته لقول مثل هذا القول، وعلينا أن نتأكد من ذلك عندما يعرض تعرض الملفات على المحاكم. وكي سألته ملك بكيري البارح عن في صورة ما اقترحت عليه حقيبة وزارية وهو نائب شعب، هذا شنو جاوب؟ أولا أنا معروف كوني كي ناخو أمانة نحترم الأمانة إلى آخره. أنا كي خذيت يعني عهدة عمادة المحامين عهدت المحامين أني لن أترك العمادة إلا عند نهاية العهدة، بل أنه حتى طبقنا التطبيق السليم للقانون ومددنا في العهدة بشهرين نظرا لكون القانون يقتضي ذلك. وبالتالي فأني الآن توجهت إلى الناخبين وطلبت منهم هذه الثقة، هذه الثقة عهدة لمدة 5 سنوات سوف احترم هذه العهدة. حتى وان لم تكن رئيسا لمجلس النواب ولم يتم انا جندي من جنود تونس اخدم بلدي في اي مكان اكون فيه، انا لهنا قاعد نخدم في بلدي جندي من جنود الوطن. دونك كان هذا تصريح الأستاذ إبراهيم بودربيلة اللي هو نائب يعني في انتظار أداء اليمين بطبيعة الحال، وتو نعرفوا شنو هو مصير انتخابه على رأس البرلمان المقبل أو لا، هل ينجح في أنه يكون فما توافق حول شخصه لرئاسة البرلمان. ولكن خلينا نرجع زيادة على تصريحه بخصوص الإيقافات الأخيرة، يقول بأنه رئيس الجمهورية كيف يقول كيكا هو رأي سياسي، إنما الكلمة الفصل في نهاية الأمر هي إلى القضاء، وهذا هو الأسلم يعني أنه الكلمة الفصل ديما تكون إلى القضاء. صفات فعلا فعلا، وهذاك المطلوب معناها وهذاك المتعارف وهذاك وكانت قبل معناها كانت القضاء كان سلطة في حد ذاتها، السلطة القضائية نعرف السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والإعلام يسميه سلطة رابعة باعتبار معناها تأثيره على المجتمع بشكل عام. أما تو ولات وظيفة صحيح نستعملوا الكلمة اللي في الدستور جستومان. هو تو الرئيس تو صدر حكم قال هذاك باش نحكموا عليه بكذا وذاك باش نحكموا عليه بكذا باش نحكموا عليه بكذا، لا أعطاه رأيه تهمة تهم معناها الموجهة حسب معناها المعطيات اللي وصلت ولا التقارير الأمنية ولا الاستخباراتية ولا كذا، تهمة معناها تهمة واللي هي نفاوها تواصل هيئة الدفاع نفاتها قالت ما ثماش وحتى السؤالات اللي يسألوا فيهم راهي تتعلق بمسائل أخرى لا علاقة لها بالتهم المنسوبة إليهم. لكن بالنسبة لرئيس الجمهورية ناخذوه مش وراينا راه بالنسبة لرئيس الجمهورية علاش في الكلمة قال التهم فهمتني؟ لأنه يعتبر وهذا الشيء اللي موجود بعد معناها توا يجمع هو السلطات الكل يجمعها هو ويعتبر كونه القضاء يعتبره وظيفة. الوظيفة القضائية اش معناها؟ تحت إمرة رئيس الجمهورية أنت وظيفة معناها كما إنسان مثلا كما الحكومة، لكن هذا ما يمسش من استقلالية القضاء اعتبار القضاء يعني وظيفة لدى رئيس الجمهورية. بالطبع تبقى الناس علاش تناضل ماله نحن تو هنا قلناها مسبقا الناس علاش تناضل تو من أجل استقلالية السلطة. القضاء ومن أجل معناها القضاء العادل ومن أجل احترام الإجراءات والتراتيب المعمول بها في سواء في الإيقاف وقرينة خاصة قرينة البراءة. تو هذوما الكل اللي موقوفين هذوما الكل ما لم أولا كما قلت أنت يقع على الأقل إعلام الناس بطبيعة التهمة الحقيقية الموجهة إليهم بعد استيفال المعناها الإجراءات نتاع البحث وكل شيء تقريبا تو أسبوعين يعني احنا تو بعد انطلاق الإيقافات في هذه القضية، يعني مدة باهية تتسمى مطولة طويلة توضحت فيها بعض الحاجات أكيد ما لم يتم الإعلام بطبيعة التهمة الحقيقية معناها لأن تو أنا قال لك سي فلو معناها سي فلو ما ثم حتى تهمة معناها فهمتني حسيلو شبهة توا فما شبهة هم يقولوا شبهة كذا وشبهة كذا دونك شكون توا قرينة البراءة معناها سارية المفعول توا خاطر كل انسان بريء حتى يثبت ما يخالف ذلك توا كلهم ابرياء حتى تقول العدالة كلمتها في هذا الشأن
نحن توا مع نقولوها من أعلى مع استقلالية القضاء، مع القضاء العادل، مع احترام معناها الإجراءات والتراتيب القانونية المعمول بها، وإن شاء الله به. كيف ننطلقوا من تصريح الأستاذ إبراهيم بودربيلة اللي يقول إنه يعطي موقف سياسي ولا هذاك رأي سياسي والكلمة الفصل هي للقضاء، ألا يحرج ذلك رئيس الجمهورية سي فتحي؟ معناها ويكون إنه من الأفضل إنه ما يعلقش وما يعطيش مواقف سياسية في قضية خطيرة بخطورة يعني تآمر على أمن الدولة، وهكذا باش ما يعطيش زادة حجج للأطراف الأخرى من أنها تستغل مثل هذه التصريحات باش تقول أنه القضية مسيسة، لأنه يعرف هو كونه المسألة هذيك راهو هذيك شيء لازم تكون يعرف. أولا يعرف هو كونه سيد الرئيس باعتباره يمثل السلطة أعلى سلطة، معناها أعلى هرم السلطة التنفيذية، راهو مش مولاته كرئيس جمهورية ومنتخب سياسية بحتة معناها، وثم قضاء هذا في صورة ما إذا ثم قضاء مستقل. دونك جواب دبلوماسي لا يخلو من الدبلوماسية باعتباره هو حتى عنده علاقة شخصية بالسيد رئيس الجمهورية وقريب من ومساند لمسار 25. لكن نحن كنقولوا في الحقيقة، في الحقيقة رأينا معناها الشيء مرتبط بماضي سيترات مولي، معناها البيان اللي وقت اللي قاله سيد رئيس الجمهورية فيه الجانب السياسي باعتبار كون الناس هذيك معناها هي نشطة سياسيين معارضين ومنافسين سياسيين حتى على السلطة معناها، وهذاك دور المعارضة. ملا دور المعارضة شنو تقعد تتفرج معناها؟ دور المعارضة وتنافس لكن في إطار القانون وفي إطار المسموح به. هذا من ناحية من ناحية أخرى قلت ثاني رئيس الجمهوريه معناها من ناحيه الجانب السياسي وفما تداخل معناها الرسمي ما قلتوش يعني. علاش تداخل؟ فما الجانب القضائي. علاش يقول القائد بالنسبه لرئيس الجمهوريه يقول لانه يعتبر روحه هو مسؤول على القضاء وذيك وظيف وينجم يعطيهم تعليمات هاي في الوضعيه الحاليه راه ما تقوليش مسموح به ولا مش مسموح به، في الوضعية الحالية يعطي نجم يعطي تعليمات حتى يأتي ما يخالف ذلك. وهل يجوز ذلك سي فتحي؟ قال لك وظيفة، هو قال لك وظيفة، كل وظيفة، كل إنسان عنده وظيفة عنده رئيس ومرؤوس، يتلقى تعليمات مش معناها راهي ذاك اللي يلزم يكون اللي يلزم يكون نحن اللي معروف هو والناس تناظر من أجل هذا استقلالية وخاصة حتى أهل الذكر الناس اللي في القضاء أسلاك القضاء الكل وحتى المحامين وحتى حتى من الرابطة نتاع الدفاع على حقوق الإنسان لأن فيها العديد من القضائيين ورجال القضاء ومن المحامين ديما يدافعوا على استقلالية القضاء كسلطة مستقلة بذاتها. قلت لك هذا شيء، هذا شيء، أما الشيء اللي موجود حاليا شيء آخر، شيء آخر. بخصوص رئاسة البرلمان بالنسبة للأستاذ إبراهيم بودربيلة، هل ينجح في إيجاد توافق على اسمه وشخصه في البرلمان القادم أم أنه صعب ترى سي فتحي؟ الله أعلم، ما نقول قريب معناها سهل جدا. هو داير من كلامه في اللقاء ذاك معناها على قناة في قناة التاسعة معناها بطريقه غير مباشره سالوه معناه ما ثم نحن استحكم فيه هو تو كذا لي تعددي في ظل التعدديه السياسيه الحقيقيه راه والتنافس على السلطه خاطر هذاك كونها العمل السياسي هو التنافس معناها ناس تخدم في اطار قانون للوصول الى السلطه في اطار التعدديه الحقيقيه فهمتني المجلس يلزم بالضروره يكون فيه معناها تنوع واختلاف وكل شيء. هو اش قال معناها في كي جاوبوا سالوا وقتها احد الحاضرين قال له معناها كيفاش ترى توا مش تكون التركيبه نتاع المجلس والتفاعلات نتاع المجلس وربما معناها كيفاش مش يتفاعلوا مع بعضهم كتل ولا قال له قولوا هما كتل توا وناس تلم وناس تعمل في اتصالات اما حسب رايي انا معناها فما نقطة التقاء بيناتنا الكل تجمعنا الكل هو نحن الناس الكل اللي موجودة غادي علاش على أي أساس ترشحت على أساس مساندين المسار 25 جويليا وضمنيا مساندين الرئيس قيس سعيد وراي أكبر مجموعة اللي مش تكون غادي إذا كان مش الكل كانوا 100% اللون الواحد كأنه قال انديريكت مور ومش يكون مش فما أطراف مش تخدم على المنهج على الطريقة هذه مش يكون كأنه متاع لون واحد اش معناه يولي لون يدين بالولاء التام للرئيس قيس سعيد واش معناها هاني نمشي بالتحليل المنطقي نعم ريزون مو لوجيك معناه واش معناها معناها وقت اللي يقترح الرئيس حتى مجاملة في سيادة الرئيس حتى تأكيدا لدعمهم لمسار 25 جويلية كل شيء يمشوا فيه إذا كان يقترحوا يكفي باش يقترحوا راهو الرئيس مش يفرض فرمان يكفي باش ولكن هو توا ها نقول لك من الاخر من الاخر هو توا السيد ابراهيم بودربيلة خاصة رجل قانون وعنده معناها اقدميته وخدمها خدم ساعات حاجة معناها عنده الناس عندها اما اخذ عليه وكل شيء لكن هو توا الاقرب
منطقيا نحكي لك راهو باللوجيك منطقي فما شكون ينافس فيه لكن منطقيا يرتبوهم هو الاقرب باش يكون رئيس مجلس النواب القادم. واضح. على كل حاله تو نتبعوا الموضوع هذا اكيد. شكرا لك سي فتحي صقيره المحلل الاساسي. بارك الله فيك. شكرا نصر الدين حميده. بعد شويه هذه صليت الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه القيروان ومجاورها. سنواصل معكم غيكاف ميدي حتى الماضي 1:30.